السلام عليكم شباب، رجعت لكم تاني معكم عماد الدين. اليوم انا عاوز امشي على التاون كذي، قلت امشي اعمل لكم شوي فلوج كي قصير. وانا ماشي على الجيم غايتو، والموضوع هو موضوع الكورونا فايروس تاني. انا قلت خلاص خليكم انتم تشوفوا الموضوع كلكم بانفسكم، يعني شوفوا بدل انا احكي لكم خير انكم تشاهدوا الموضوع كله، تشاهد الفيديو. والمهم خلاص انا داير امشي الليل على الشوبس وداون تاون كذي في المدينه اللي قاعد فيها، وقلت يعني اوريكم شويه كذي يعني على اللينو الشوبس والمناطق دي. المهم قلت خليكم انتم تشوفوا الموضوع، وممكن يا الفلوج كنت ميس وبتاع. المهم خليكم متابعين وكيف يرام. أول ما وصلت داون تاون مشيت طوالي، عينت بيمين وشمال شايف الناس يعني ما الناس كلها ما فيه شو، يعني الحتة دي بالذات كانت الناس بتكون فيها كتير شديد، يعني حوالي شي 70 نفر 50 نفر، ويعني محل بتاع سياحة فيه، الناس مفترض يعني في المحلات دي بتكون كتير شديد. حتى الباصات كان كلها فاضية وواقفة، زي ما شايفين يعني المحل اللي فيها المويه دي كان فيها يعني ناس كتار بتجي بتتصور هناك، وفي زي غوارب وحاجات كذي بتكون قاعد هناك دائما. لكن لما يعني مما الفيروس ده جاء في بريطانيا هنا، يعني الناس خلاص كلها بعد كده بقت ما بتمرق، زي ما قال رئيس الوزراء بتاع البلد. يعني انا مشيت صورت المحلات دي كلها، لكن الناس كلها يعني كانت زي مرعوبه كذي من الشغلانيه بتاعت الفيروس ده. كان في شوية ناس كذي يعني أو ماشيين وكذي، لكن حتى محلات السياحة والمحلات اللي فيها يعني فيها عوالم سياحية. لكن السلام عليكم شباب، يا أنا حاليا قاعد في التاون، ما أعرف إذا أنت سامعني. المنطقة هنا الشمس فوق جو الناس، لكن ما في ناس كثير، يعني هنا المحل فاضي، المحلة دي دائما بتكون مليان ناس كثير، لكن انا وقفت التصوير لانه الميكروفون تبعي كان يعني الهواء شديد، وكان الصوت يعني ما مسموع زي الناس. وانا حبيت قلت خلاص بسوي فويس اوفر. المهم نزلت لاكبر متجر للمتسوقات، فيه يعني اكثر من 50 شوبس، ويعني متاجر للملابس والاشياء هذه. المهم بعد ما نزلت مشيت، المتجر كان رهيب، يعني كان انا كنت دائما بجي هنا في الويكند، والمتجر كان فيه ناس كتير، يعني فيه زحمه غريبه. اليوم اجيت ما فيه شخص، ما فيه حد، يعني المتاجر كلها كانت مقفوله، كانت يعني ما في ولا حتى شخص واحد. المهم قررت اني امشي الى السنتر، مشيت للسنتر برضو نفس الشيء صار، يعني الناس كانت قليله شديد. بعد ذاك حاولت قلت خلاص امشي اشوف يعني الشوارع التانية، كل الشوارع كانت فاضية، حتى يعني الشوبس في الشارع لو شايفين. مشيت الى ستاربكس كان مقفول، يعني قافلينه وخاتين ورقة يعني عاملين اكسبلينيشن. لذلك مشيت طوالي، يعني الشوارع كلها كانت خالية من الناس، يعني في قليل من الناس يعني ماشيين. ويا المهم كانت غريبة. قررت انه امشي الى منطقة سياحية تانية وكانت فاضية، ما في شخص اصلا فيها. المهم من هناك، والموضوع كان يعني رهيب جدا، انه ما في ناس، الناس كلها في بيوتها وخايفة من موضوع يعني الكورونا، كان صعب شديد.
ومشيت على المنتزهات، يعني في منتزه كبير في البارك سموها إيستر بارك. حتى هناك يعني كان الناس، الجو طبعا كان جو رهيب، يعني الشمس كانت عالية، ويعني الشمس كذي ما بتجي إلا في يعني مرة مرة. المهم في الأوقات دي بالذات يعني مفترض الناس تكون برا في الشمس وقاعدين في البارك، لكن ما في حتى ولا يعني أشخاص بسيطين قاعدين برا، يعني الناس كلهم خافت وقاعدة في بيوتهم جوا، وهو السبب الرئيسي الفيروس.